السلام عليكم ورحمة الله خيوتنا، إن شاء الله كلكم كنوا بخير. تحياتنا إليكم جميعا، الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. كما رانا نلاحظوا هنا خيوتي الأعزاز، يعني بلا ما نقزموا من خيوتنا، يعني ندخلوا ديريكت في صلب الموضوع بلا ما نقزموا من خيوتنا، يعني اللي تخدم في هذه المنتجات اللي هي الأقفاص نتاع طيور الزينة، يعني صناعة محلية ما شاء الله. أنا نتشرف أنه خويا هشام، كذلك الشكر موصول لخويا فريد، يعني أصحاب ورشة جنة وجنان الله يبارك، يعني يخدموا الأقفاص بطريقة يعني ممتازة. خاوتنا كما نلاحظوا هنا راه وصلني يعني هذا القفص، يعني الله يبارك ما شاء الله. هاو السيبور تاعو خاوتي الأعزاز كيفاه، يعني خدمة متقنة، يعني ما شاء الله تبارك الله. خويا هشام خويا فريد كثر خيركم ما شاء الله. بالنسبة لخاوتنا اللي يحبوا يعني يتواصلوا معاهم نخليو الرقم تاع الهاتف تاع هشام أو تاع فريد كيف كيف. يعني خاوتي الأعزاز راكم تشوفوا أمامكم الله يبارك ما شاء الله، يعني أقفاص يعني عالية الجودة الله يبارك. عندك بلاصة العش كذلك خاوتنا. درك ما نطولوش عليكم في هذا الفيديو، إن شاء الله كي نكملوا يعني الانستالاسيون تاع ليكاج هذا كل على بعضهم تلحقنا يعني الدفعة الثانية والثالثة إن شاء الله. يعني إحنا رانا في طور التجهيز للموسم القادم إن شاء الله 2023، إن شاء الله يعود على إخواننا جميعا بالرزق الوفير، وكذلك الإنسان يستمتع بالهواية نتاعو إخواني الأعزاء. الله يبارك ما شاء الله، أقفاص يعني ذات جودة عالية خاوتي، وماهيش صعيبة يعني باش ما نقولوش أنا نعطي لكم بالصوت والصورة. هاو خاوتي الأعزاء الأقفاص نتاع الإمبورتاسيون، هاي الأقفاص تاع الإمبورتاسيون، واش هو؟ واش يعني حاجة كبيرة؟ ما كاين حتى شيء. بلا ما نقزموا خاوتنا اللي يخدموا الله يبارك، ندعموهم نعاونوهم ما شاء الله. هاو القفص تاع الامبورطاسيون هذا اسبانيول اخويا الاعزاء، ما كاين حتى شيء. انا بالنسبه لي خدمت بجميع انواع الاقفاص، خدمت يعني بالعديد والعديد، تقدر تقول جميع الماركات العالميه خدمت بها نتاع الاقفاص. واش هو هذا؟ ماهوش مخدوم خاوتي الاعزاء بالديامو، ولا مخدوم بالالومنيوم، ولا مخدوم بالفضه ولا بالذهب، هذا راه حديد فقط. واش هو؟ تكون لاكاليتي تاعو مليحه نقيه، لانه الحديد فيه نقي وفيه ماهوش نقي. كذلك يعني الصبغه نتاع الاقفاص راهي تتصبغ في الفور يعني بطريقه احترافيه لابعد الحدود من عند خونا هشام الله يبارك. ها خوتي الاعزاز بربي ان شاء الله درك نقوموا بالعمليه تاع فتح الاقفاص هذه بربي خوتي، ونوريو لكم في النهايه نتاع الانستالاسيون كما قلنا لكم نتاع التحضيرات نتاع التجهيزات الموسم 2023، ان شاء الله يعود بالخير على الجميع ان شاء الله. خوتنا تحياتنا اليكم جميعا. بالنسبه للناس اللي تحب تتواصل مع خونا هشام او خونا فريد، درك نخليو لكم كما ذكرنا سابقا الرقم نتاع الهاتف نتاعهم. التوصيل راه كاين 58 ولايه، يعني اقفاص ما شاء الله راهي عاليه الجوده اخواني، مجهزه بالاضاءه نتاع ال اي دي اللاد كما نقولوا حنا خيوتنا. اللي يحب يخدم له خويا هشام وخويا فريد يعني الاقفاص بالمينيتري كيف كيف راهي متوفره، كل حاجه راهي كاينه. حنا ندعم خيوتنا برك لانه الصناعه نتاعنا راهي يعني راهي عندها جوده عاليه. واش هو الانسان كي يخدم خدمه كيما خاوتنا الله يبارك عليهم، كيما يقول النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا فليتقنه. الانسان كي يخدم بالضمير نتاعو فقط راهي تخرج خدمه عاليه، هذا ما كان اخواني. خاوتنا تحياتنا اليكم جميعا، وموسم موفق للجميع، وبربي ان شاء الله استناو من عندنا فيديو قادم كي نكملوا يعني كل حاجه نستاليوها في الغرفه. بربي ان شاء الله رانا نعتو لكم وندير لكم فيديو ان شاء الله يكون ممتاز وينال الرضا نتاعكم جميعا. تحياتنا اخواني، السلام عليكم، كان معكم خوكم نور.